قصص مؤثرة. مؤثرة. كان هناك في أحد المدن شخص يقوم ببيع الزيت، وكان غنيا جدا، لكنه كان من الأشخاص الذين لا يرضون بحالهم ويريدون الزيادة. وقام هذا البائع بخلط الزيوت النظيفة مع الزيوت السيئة، وخفض سعر الزيت قليلا حتى يقبل عليه الناس ويبيع كمية أكبر. حدث ذلك وكسب أضعاف الثمن الذي باع به. ثم أتى صانع الصابون إلى بائع الزيت في أحد الأيام، واشترى منه قدرا كبيرا من الزيت المغشوش حتى يصنع منه الصابون. وصنع الرجل كمية كبيرة من الصابون، وأهدى بائع الزيت جزءا منه. استخدم بائع الزيت هذا الصابون فتأدى منه كثيرا، وأصيب بالتهابات شديدة في جلده. ثم ذهب إلى القاضي واشتكى له من صاحب الصابون، وأمر القاضي بإحضارهم معا. قدم القاضي الصابون إلى أحد الخبراء، وأكد الثاني أن مكونات الصابون كلها سليمة ما عدا الزيت الذي كان مغشوشا. وتلقى بائع الزيت العقاب بدلا عن صانع الصابون، وكان هو أول من أصابه الضرر بسبب الأذى الذي ألحقه بالناس.